نشوف الاول الاهداف بتاعه مباراه الاسماعيلي بطريقتنا اللي انتم حبيتوها وهي طريقه البير نبدا الاول بالهدف الاول للاسماعيلي طبعا كرة وضربة ركنية انقض عليها بشكل رائع 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 محمد الشامي في الدقيقة 81 وكانت المباراة يعني رايحة الحقيقة للتعادل رايحة للتعادل لكن اتعملت حلوة قوي قوي بشماله وقفز فوق الجميع وحطها براسه في منتهى الجمال آه محمد الشامي وسط حراسه بقى ايه بص الحراسه اللي انا علّم لك عليها خلينا نعيدها مره ثانيه واوريك الحراسه الغريبه الحراسه الغريبه هقف هنا اهو وخلي بالك الشامي كان بديل ولسه نازل يعني آه الدنيا يا جماعه الافكتات عشان مش معلمه عندي هنا بعد اذنكم طلع اه اديني الافكتات بسرعه طلع الشامي البديل وحط راسه في الكرة بشكل رائع جدا 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 وأسكنها الشباك في الدقيقة واحد وثمانين محرزا الهدف الأول للنادي الإسماعيل عايز أشوفها مع بعض مرة تانية طلع ولعبها وداخل المرمى في منتهى الجمال والروعة طيب مش مشكلة الإفكتات دلوقتي نروح للهدف الثاني وايضا الهدف الثاني كانت هجمه من ناحيه الشمال لوسط الملعب وطبعا هنا محمد هاشم في الدقيقه 85 اتعملت له من لمسه روعه 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 ومن خلف المدافعين يعني لما تبص هنا هتلاقي مدافعين واقفين كلهم على خط واحد طالعين له قدام وهو هقف هنا اهو بص كلهم واقفين ازاي اهو واتعملت من وراهم كلهم وانطلق محمد هاشم وصدر بطن رجله في منتهى الجمال عشان يحرز الهدف الثاني الحقيقه ويعني يضيع من مصر المقاصه حتى التعادل في هذه المباراه والاسماعيلي ما شاء الله ياخذ ثلاث نقط في منتهى الروعه والجمال تذهب به الى المركز الثامن برصيد عشر نقط من سبع مباريات يعني بدا يخش في اللعبه الاسماعيلي أنه لا يليق بالاسماعيلي على الاطلاق انه يبقى في مراكز مترهله في جدول الدولة الاسماعيلي نادي كبير وتاريخ عظيم حقيقه يعني.